بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في الجزء الثالث من شرح برنامج الباوتون. وصلنا كنا نتكلم عن 10 خطوات للتفوق الدراسي. تكلمنا عن الخطوة الأولى، قلنا هي المذاكرة أولا بأول، ومن ثم ذهبنا إلى الخطوة الثانية وهي الثقة بالنفس، ومن ثم الخطوة الثالثة وهي دائما فكر بالنجاح، ومن ثم الخطوة الرابعة احذر مرافقة أصحاب السوء، ومن ثم الخطوة الخامسة اعمل جدول للمذاكرة والدراسة، والخطوة السادسة النوم مبكرا، الخطوة السابعة التي وصلنا إليها تناول وجبة الإفطار. الآن نستكمل الخطوة الثامنة والتاسعة والعاشرة بإذن الله. نذهب إلى السلايد نفسه، هنا زر وضع Add Slide، وضع سلايد جديد، Read Duplicate Slide اللي هي مضاعفة السلايد نفسه. كما ترون نفس السلايد. نكتب الآن الخطوة الثامنة، وهي اطلب او ادعو، ادعو الله، ادعو من الله التوفيق. وهي في نظري اهم نقطة، ثم يتم التعديل عليها كما عملنا في السلايدات السابقة من ناحية تكبير الخط أو تصغيره لكي يلائم السبورة. نذهب ونشوف باك جراوند آخر، مثلا هذا أو هذا، مثلا هذا. نريد تغيير الشخصية أيضا، نضغط كليك يمين لحذفها Delete، ثم نذهب إلى اللايبراري المكتبة لكي نختار الشخصية. مثلا هذا نضغط على هذه، كليك Here to change your character pose، هي الصفة نفسها، هل هو قاضب ولا سعيد ولا يفكر. سنضع الايديا، سنكبر من حجمه،
غير لون الخط هنا مثلا اللون الأزرق. انتهينا من الخطوة الثامنة، نعمل نفس الخطوات لكتابة الخطوة الثامنة في خطوات التفوق الدراسي. نكتب الآن الخطوة التاسعة. اقطع التدخين في حالة إن كنت مدخن، لأنكم كما تعلمون أن التدخين يفقد التركيز لدى الشخص ويفقد انتباهه، وهذا يؤثر سلبا على الدراسة. غير الخلفية، مثلا هذه الخلفية، نغير هنا الشخصية، نحذفها أولا، من ثم نذهب إلى المكتبة اللايبراري للحصول على أشكال تعابير. مثلا نأخذ هذا، نعدل، نقلب اتجاهه لكي يناسب، ونغير تعابيره. انتهينا الآن من الخطوة التاسعة. من خطوات التفوق الدراسي نذهب إلى الخطوة الأخيرة وهي الخطوة العاشرة.
خطوة رقم 10 هي كرر عبارات إيجابية، لأنها كما تعلمون تشعرك بارتياح وتفوق وإيجابية. نغير الباك جراوند، نغير لون الخط ونكبرها أيضا في حالة رغبنا بذلك. الآن انتهينا من عمل العشر خطوات، نشغل الفيديو كي ترونه. طبعا إن كنت لا تريد الأصوات كما ستسمعونها، إن كنت لا تريدها هذه الأصوات بإمكانك إلقائها عن طريق هذا الزر هنا. كما ترون الخطوة الأولى المذاكرة أولا بأول، الخطوة الثانية ثقة بالنفس، الخطوة الثالثة دائما فكر بالنجاح، الخطوة الرابعة احذر من مرافقة أصحاب السوء، الخطوة الخامسة اعمل جدول للمذاكرة والدراسة، الخطوة السادسة ثم الخطوة السابعة إلى العاشرة. انتهينا الآن من مشروعنا، سنضغط على حفظ سيف. أيضا بإمكاننا أن نضع طريقة عرض السلايد نفسه ما بين السلايد والآخر عن طريق هذا الزر بين كل سلايد وسلايد. على سبيل المثال في السلايد الأول سنضع هذا، في السلايد الثاني سنضع رمز مغاير مثلا هنا لنرى الآن. تلاحظون الآن الانتقال بين السلايد والآخر تغير عن السابقة، ويعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.